الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثيه رائعه. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. الله يبارك فيك. الحقيقه يوم جميل جدا. انتصر فيها اشياء كتير قوي. صحيح. شباب الاهلي ماله اللعيبه يعني الملعب حقيقه حيويه وروح صحيح. خلونا نتفرج على المباراه. عارفين ان في جول جاي. عوده الثقه لكل فريق النادي الاهلي. حتى باللعيبه اللي هي ما بتلعبش. بهذا الشكل اللي احنا اتفرجنا عليه كان في درس النهارده ان الروح والجري في الملعب والاداء هو اساس لعبه كره القدم. وانت الشكل البدني بتاعك النهارده واقف على رجليك بتعمل اللي انت عايزه، السهوله في الباص، حتى اللاعب اللي بيتبدل ونازل واخد ثقه بعد الثلاث اهداف اللي جه. كلمتك على لعيبه كتير قوي متابعتي ليهم هتشوفهم بعد كده. ميدو نبيل اللي نزل في الاخر لاعب هاف ديفندر كويس قوي، ميزته انه ما عندوش فلسفه. ايوه بيستلم الكوره وبينقل ملعب زي ديانج كده بس على سن اصغر وعلى خبره اقل يعني، انما في اسلوبه في اللعب في الناشئين انا متابعه كويس قوي. احمد سيد غريب بنبارك له النهارده بالهدفين، ولكن انا ببارك له على الهدف الثاني اللي انا اتفقت معاك قلت لك لو مميز جدا لو اتلعبت له اي كره بالعرض وقابلها براسه هيحطها كويس قوي. صحيح. وكانت النتيجه انه جاب جول حلو قوي الحقيقه. فعلا. زياد طارق. كريم فؤاد والكره الهدف الاولاني انه يكون موجود في الحته دي والمنطقه دي، اذا في رغبه ان الاهلي يبقى متفوق، في رغبه ان انا عايز اكسب. وكره ما بتجيش الا بالروح دي او بالاداء ده او بالرغبه دي. انا بحيي مجلس الاداره على قراراته طبعا الشكل النهارده اللي حصل ده. مبارك لكابتن محمود والقرارات اللي خدوها كلهم النهارده. ببارك لجماهير النادي الاهلي اللي النهارده هزت الملعب كله. وحيت اللعيبه وحيت مجلس الاداره وحيت كل الناس. في مجموعه من الناشئين ظهرت النهارده الناس ما كانتش تعرف عنها حاجه خالص. هو ده اليوم بقى اللي احنا اتفقنا عليه. الشخصيه هتبقى موجوده. الرغبه في الوجود. انا عندي فرصه كبيره جدا النهارده ان انا اكون موجود. اللعيبه دي كلها في قطاع ناشئين كله بيشتغل عليهم. حقيقه يعني ده نتاج ناس بتشتغل في قطاع الناشئين كلهم. كابتن محمد شرف اعتقد الولاد دول برضو جايين من تحت ايده. كابتن خالد بيبو، كابتن في بروكيتش البلجيكي المدير الفني. فالناس دي كلها اشتغلت على الولاد دول. احنا طمعانين في اكتر من كده. طمعانين في الثقه دي، طمعانين في التعويض ده، طمعان في بقيه المباريات تبقى بنفس الشكل ده والنتائج دي. بتكلم عن الاستمراريه. الاستمراريه والطمع في زياده. مستني عمر سيد معوضا لعيب انا براين عليه. براين عليه يعني. عايز اللعيبه اللي لعبت النهارده والثقه الزايده اللي عندهم لا يمتثلوا لاداء الدرجه الاولى او الفريق الاول. ايوه. انما انا قلت لك هيحصل هارموني في ايه النهارده؟ مظبوط. يعرفوا بعض، عارفين بعض، بيباصوا لبعض. حتى الباص اللي بتتقطع فبيبصوا لبعض، بيعاتبوا بعض عتاب. ايوه. المرحله اللي هي في الناشئين تحت في ال 20 سنه. لان كان في بعض اللحظات فيها دلع شويه. هتلاقيهم بعض بالاسلوب. أيوه. بتاعهم هم مع بعض. صحيح. كل واحد عارف امكانيات التاني يجري ازاي ويروح فين. تحفظات كتير قوي بتحصل على اي حد، انت كمان لله وحده. انما الشكل النهارده اللي حصل ده مبشر بشكل جديد نقدر نعتمد عليه. نجاح التجربه، نجاح كل شيء حصل النهارده، ثلاث اهداف مش هدف واحد وبس. ان يعني بتجيب جول وعندك رغبه انك تجيب الجول الثاني وبتنزل عندك تروح للجون. من مميزات احمد الغريب ده ان وشه على الجول على طول. أي. واقف بالجنب كده مستني انك انت تعمل له اي حاجه. احنا ده الفيرود اللي بيقف صح. بطيء سنه، سريع سنه، انما تفكيره كله بين الثلاث خشبات. ال 10 انفار لازم التفكير كله يبقى بين الثلاث خشبات. فمبروك النهارده تجربه الناشئين، مبروك اللعيبه كلها كمان القدامى اللي موجودين. زي ما انا قلت لك كان المفروض يعملوا ايه النهارده؟ سيرفيس يعني. عملوا كده الحقيقه، وعملوا تمويل للاولاد، والاولاد بالحيويه بتاعتهم ساعدوا بعض. كانت النتيجه 3-0. صحيح.